محدش يقدر ينكر ان الصدفة ممكن تغير حياتنا وتبدل اقدارنا، تغير مشروعاتنا، ترسم قراراتنا. محدش ينكر ان الصدفة ممكن تعوضك عن نقص عشته او حرمان انت عانيت منه او امل كنت مستني تحققه على مدار فترات طويلة. بطلة الفقرة اللي احنا فيها دلوقتي، الصدفة لعبت دور كبير جدا في حياتها. الصدفة عوضتها وجملت حياتها ونورت مشاعرها وغيرت مصيرها بعد حرمان من الأمومة لمدة 20 سنة. وبصدفة أغرب من الخيال أصبحت أم نور. إزاي؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتي الأستاذة رحاب اللي منوراني في الاستوديو. أستاذة رحاب أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ويعني إزيك يا نور؟ أمارك إيه؟ نور. أنت نور؟ انتي حلو قوي. عفيتي. عايزة صورتك؟ نور. اجيبها لك حالا دلوقتي. توكا. اي نور اهي. دي زون. دي نور. نور في نور دي جميلة. ده ماما. ودي ماما. وانتي بتحبي ماما؟ اديها يلا بقى اديها بوسة يلا. دي بوسة. بتحبي ماما قد ايه؟ قوي قوي يا ماما. قوي يا ماما. قوي قوي. نفضل نقول قوي قوي يا ماما. قوي قوي يا نور. مدام رحاب اهلا بيك. اهلا بحضرتك. احكي لي عن الصدفه اللي جمعتك بنور. احكي لي الحكايه من اولها. الحكايه من الاول ان انا كاي ست في الدنيا كان نفسي اخلف بعد الجواز، بس ربنا ما قردش. عملت كل حاجه، حقن مجهري، كل الطرق مشيت فيها وربنا ما قردش. بعد كده خبطتني عربية جامدة جدا بعد الحقن المجهري، وكان عندي حزن شديد ان ربنا ما ادانيش، فكنت خبطتني عربية. بقيت مستغربة ليه ما متش، ليه ما حصلش ان انا انتهي في الحادثة دي، عشان ايه؟ كان شغلني السؤال ده قوي. طب انا ما عنديش اولاد وما عنديش حياة وما عنديش حاجة عايشة عشانها، طب ليه ربنا ما ريحتنيش من الدنيا دي؟ لحد بقى ما في يوم من الايام كنت نازله كده بالليل في الفجر كده في الشارع اللي ورانا وكده، بصيت لقيت في حاجه كيس جوه حاجه بترفس، افتكرتها قطه، فراح افك الكيس لقيت طفل بالخلاص بتاعه. فاتصلت بجوزي، انا كنت متجوزه ساعتها، متجوز، فاتصلت بيه وكده ورحنا وديناها المستشفى، والحمد لله طلع صحتها مليون المية، بس قالوا كان يعني ربع ساعة وكانت هتموت. بطبيعة الطفل لازم يتحل خلاص وبعد ما يجي الدنيا يعني. فقالوا لا ده كده الحمد لله، ان انتوا كده في اللحظات الأخيرة يعني. خرجنا من المستشفى على أساس ان احنا هنتبناها، يعني ده كان قرار التبني، علشان ما تطلع ما تعرفش القصة ايه، وعشان تاخد كل المميزات وتاخد التأمين وتاخد اسمنا ونعزل من المنطقة ونمشي والكلام ده كله. بس بعد فترة شوية كده هو تردد، وعنده حق لان هو معاه 4 اطفال، فان هو تكون ليه اخت، يعني تكون لهم اخت تانية، فهو تردد وعنده حق يعني. المهم بعد سنة مش عارفة اعمل ايه، بدأت اسأل، وهو موضوع الكفالة كان في دماغي يعني. في ناس كتير لما لقيوني، انا لدرجة ان انا محاولت في مرة في الحقن المجهري جاني سكر عرضي، فوالدتي بقت غير ان الحقن المجهري مميت يعني، كمية الحقن غير بقى بعد كده الاحباط النفسي بعد فشل العملية والكلام ده كله، والدواء وان هو مكلف والكلام ده، فناس كتير قالوا لي اقفلي. فمشيت في طريق الكفالة قبل نور بسنتين، بس برضو وقفت الإجراءات من عنده ان هو ما كملناش الإجراءات. يعني القانون بيمنع ان هو يكفل طفلة وهو بالزبط، او يتبنى طفلة وهو عنده اطفال حقيقي. بالظبط، دي كانت هتبقى مشكلة كبيرة وكده. فبرضو ايه، بسبب الحتة دي ما كناش متشجعين او نكمل الاوراق. فجت الفكرة وعملنا الفيروس والكلام ده كله، وايه وقفنا في بقية الاوراق. بعد كده بقى لقيت نور، لما حصل بقى بعد سنة ما عرفتش ان انا اكتبها، بدأت اسأل طب انا الكفالة
زي ما حضرتك بقى قلت انا بتعلقت بالبنت لدرجه ان ما عنديش احتمال 1% انها تضيع مني. فعرفت ان المطلقه ينفع تكفل طالما ما انجبتش وطالما كل الشروط موجوده: المسكن، الدخل المادي كويس، التعليم، كل الشروط كانت معايا. رحت القسم وسلمتها، طبعا تعرضت على النيابه والنيابه كتبت قرار ان هي توضع في دار تبع مركز الامومه والطفوله. طبعا في اليوم دوت كنا بالليل، ففضلت في القسم لحد الساعه 12، فضلت قاعده لحد ما الضابط قال لي طب انا همشيكي وتبقى معاكي على سبيل الامانه وتاني يوم تيجي تسلميها. قلت له ماشي. خدوا بطاقتي وكتبوا عليا تعهد وخدتها. انا عايزه اقول لك ان انا كنت طول الليل مش نايمه، انا قاعده ابص في ايديها وفي رجلها مش متخيله انها ممكن تبعد عني، بس انا كنت ماشيه ده كله عشان يبقى لها ورق قانوني. فتاني يوم رحت مع امين الشرطه واتسننت في المستشفى ورحنا للدار واتسلم. كانت اللحظه دي صعبه عليا قوي يعني. هم اخذوا البنت دخلوها جوه وقفلوا باب الدار. انا ساعتها كنت حاسه ان الحياه وقفت، يعني هي بنتي وهي بتعيط من جوه ماما وانا بره. جريت بقى على وزاره التضامن الاجتماعي، حسيت ان العمليه كده مش هتنفع يعني. رحت عملت الاوراق ورحت لقيت رحت عند وزاره التضامن الاجتماعي عند سكرتير وزيره التضامن الاجتماعي وصرخت بنتي خدوها مني، انا عايزه كفالتها وترجع تعيش معايا. 1 2 3 لقوا الاوراق تمام. دخلت لجنه، كانت اسرع حاله اخش لجنه، وتوافق عليا خلال اسبوع. 10/2 مسلماها، 9/2 مسلماها، 20/2 كنت واخده موافقه كفاله الطفل وتقدري تروحي اي حته تختاري منها طفل. لا انا هستناها، دي بنتي اللي انا ربيتها، ابيها تضطري تستني لحد ما يطلع لها شهاده ميلاد. وجات الكورونا قفلت السجل المدني 3 شهور. 3 شهور انا بلالي، بقيت ابكي واعيط لحد ما مؤسسه الاحتضان مدام يمنى خلتني اتواصل مع اللواء هبه مساعده وزيره التضامن الاجتماعي. اول ما السجل فتح مشكورا ساعدتني وطلعت شهاده الميلاد في 15 يوم واستلمتها ونور معايا من ساعه ما استلمتها. انا انفصلت من اول قبل ما اسلمها على طول. ما انا ما اقول لحضرتك كمطلقه عرفت ان يعني مطلقة. انت انفصلتي عشان تحتفظي بنور؟ انفصلت بالفعل. وجوزك وافق على كده؟ وافق لان هو حس ان انا، هو طبعا اعترض في الاول وقعد يقول لي طب احنا نلاقي حلول. قلت له ايه الحلول؟ طب انت هتسيبيني. هو شاف نور؟ هي سنه عايش معاها. هي نور دلوقتي بتشوفه الصور تقول بابا. يعني هو وافق انك انتي تنفصلي منه عشان تحتفظي بنور؟ هو حس انها بنتي وانا مش هقدر استغنى عنها، فهو احترم رغبتي في ان انا اضحي عشانها. يعني هو احترم حاجه زي كده ان انا والنهارده لمس ان حس ان الامومه عندي اكتر. طب رد فعله ايه لما عرف ان هو مش ممكن يكفلها لانه عنده 4 اولاد من الزوجه الاولى؟ كان زعلان طبعا، هو كان نفسه فعلا ان احنا نكتبها بس كان القرار صعب. ما طلبش مني جوزك؟ قال لك خليكي على ذمتي وانسي موضوع نور؟ هو مش بالطريقه دي يعني، اللي هو ايه، هنشوف حل، هنشوف حل. الحل ايه؟ الحل ان انا ارجعها الدار. فده كان بالنسبه لي يعني صعب قوي. اصل ازاي قدرت تضحي بجوزك عشان خاطر يعني طفله ما تعرفهاش؟ هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده لو في حد محتاجك قوي 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 وحد محتاجك نص نص، هتعمل ايه؟ انسانيا هتروح للي محتاج. كمان نور انا مش بس اديتها،
هي ادتني احساس انا بدور عليه 20 سنة. انا اول مرة قالت فيها ماما، يعني انا كنت واخدة من المطبخ للطرقة جري واسجل واتس ايه ماما ماما ماما، حاجة مستنيها بقالي 20 سنة. يعني هسألك سؤال صعب شوي. اتفضل. بتحبي مين اكتر، نور ولا جوزك؟ هو صعب جدا، لا اكيد نور. رغم ان انا حبيت جوزي جدا واحنا عشنا مع بعض، وهو رغم ان انا هو معاه 4 اطفال حاول معايا في الحقن المجاري مرتين، يعني الاحساس ده بالنسبه له او ان هو عايز يرضيني دي كانت حاجه بالنسبه لي مأثرة فيا جدا. يعني فاهم حضرتك لما ابقى عندي 4 اطفال واجري في حقن مجاري، هو كان نفسه ومنى عينه ان ربنا يرضيه. رد فعل الناس حواليكي لما شافوا نور كان ايه؟ رد فعل الناس، في ناس كانت بتقول حاجات سلبيه زي اللي هو ليه وما ينفعش ويا مربي في غير ولدك يا باني في غير ملكك، وفي ناس كتير قوي قالوا ربنا كده انت ضمنتي الجنه. يعني فكرتيش انها تفضل في دار للرعايه والتبعيه انت من وقت للتاني؟ لا، الام اللي ربت على فكرة، مش الأم اللي أنجبت. ويمكن إحنا في المصريين مثلا يقولك مرات الأب ربتهم كعيالها، فاهمني؟ فأنا سهرت وربيت وددت، يعني عايزة أقول لحضرتك يعني هي بنتي. أنا ال5 شهور اللي دخلت فيهم الدار أنا كنت بصحى من المخدة ألاقي غير أنا دم نزيف من مناخيري. كنت مثلا أبقى قاعدة مع نور وحضناها ونفسها في نفسي واصحى ألاقي ده حلم. انا عشت 5 شهور كانوا بالنسبه لي اصعب ايام. مين سماها نور؟ انا، لان انا كنت مقدمه على موضوع الحقن المجاري، فلقيت جوزي جايب لي لفه وكلها نور، يعني طفل بس انا مش عارفه اشوف ملامحه من كتر النور اللي جواه. فقلت له يا هاني انا جبت بنت او ولد هسميها نور. غيرت ايه بقى في شخصيتك نور؟ خلتني اهدى، خلتني اخد الامور بواقعيه اكتر، خلتني مبسوطه وسعيده من جوايا، حققت لي سعاده فعلا ما لهاش. تحبي اكتر ناس تقول لك يا رحاب ولا يا ام نور؟ ام نور. خلينا عندي قوي اللي يقول لي يا ام نور، واللي بيعزني قوي بيقول لي يا ام نور. نفسك نور تطلع ايه؟ نفسي تبقى حاجه مميزه في اي مجال، بس تبقى مميزه، بتمنى ده. يعني هسالك سؤال صعب، لو في يوم من الايام ظهر اهل نور هتعملي ايه؟ وانا شفت في البرنامج ده حالات كتير كده يتربي وبعد 20 سنه تفاجئ ان اهل ظهر. هبقى عملت حاجه كويسه، فيعني هبقى كبرتها، انقذتها من ربنا، جعلني سبب ان انا انقذها من الموت، والحمد لله معيشاها عيشه كريمه. هتبقى حضرتك عملت حاجه في الحياه، في رساله اديتها، يعني حتى لو رجعت لوالدتها او والدها هتبقى في رساله. وعلى ما اعتقد اللي بيعمل كده يعني دي حتى ما فصلتش خلاصها ولفتها جنب الحيطه. صحيح. دي لو ما ماتتش من الخلاص هتموت من الكيس اللي مقفول عليه. صعب. قصة كانت منتشرة من الفترة اللي فاتت دي على السوشيال ميديا، ان في واحدة حبت بنت قوي برضو وتبنتها من دار ايتام، وبعدين بعد ما تبنتها اكتشفت انها حامل فراحت مرجعها تاني الدار. رأيك ايه في الموضوع ده؟ اللجنة لما قعدت معايا السؤال ده اتكرر من اكتر من حد. انا اللجنة اللي هي بتاعت موافقة الاحتضان بيكون مندوب من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والأسرة والطفولة كذا حد. فكان سؤال من احد مؤسسي دار الأرمان، فلو حضرتك ربنا كرمك، قلت له لا ما رجعهاش، دي بنت عمري، دي بنتي الكبيرة. في حد بيرجع ابنه؟
يعني ايه المشكله ان ربنا يكرمني؟ يعني لو ربنا كرمك واتجوزتي؟ لا خالص. وخلفتي هتعملي بنتي الكبيره، بنت نور فرحتي الاولى، نور فرحتي الاولى. هو يعني الحمل 9 شهور؟ لا، الام اللي ربت. ندمانك انت طلعت عشان خاطر نور؟ لا ان شاء الله ربنا هيعوضني في نور خير باذن الله. ناوي تتجوزي تاني؟ والله اللي يحتوي بنتي، يعني انا شايفه ان في مشكله كبيره قوي في اللي بيجي يتقدم نور نور، فاللي يحتوي بنتي ماشي. يا ام نور نورتين، الله يخليك، ربنا يخليك نور ويبارك لك فيها. ويا نور نور انا بحبك. قولي له انا كمان يا عمو، يلا قولي له انا كمان. ربنا يسعدك بيها ويخليها لك ويجعلها قرة عيني، يفرحك بيها وتشوفيها دايما في احسن الاماكن، الله يخليك، وتسعدك دايما في حياتك. انا مبسوطه ان كنت مع حضرتك، حضرتك انسان جميل وانا فخوره جدا ان انا طلعت مع حضرتك. وانا كمان سعيد بيكي، انت ام اعظم من امهات كتير. الله يكرمك، مش عارفين معنى الامومه. ام جميله جدا وعظيمه، ومفهوم الامومه الحقيقي مش الام اللي حملت، لا، الام اللي حملت رميته في الكيس، ودي ربنا يا رب ما تاخدش، ما يبقاش عندها طفل، لكن ربنا اهداها هديه غيرت مجرى حياتها ومصير حياتها. انا حبيت اقدمها النهارده كنموذج رائع للامومه في واحد من الناس.